بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وإحدى حلقات برنامجكم صحتك ثروتك. الحلقة النهاردة قررنا نحتفل بقدوم شهر رمضان بس بدري شوية. في رمضان كل بيت كل يوم ما بيخلاش من البروتينات وخاصة اللحوم، عشان كده الفقرة الثانية النهاردة هنتناول اللحوم بشكل مختلف. هنتناول ازاي نختار اللحمة، وإيه الفرق بين مثلا في الطيور الفرق بين الفراخ البلدي والفراخ البيضة، لأن احنا اتفقنا إن الغذاء قبل الدواء، وبان احنا برنامج صحي فاحنا دايما بنتناقش، ويمكن لو تلاحظوا في السيزون الثاني دايما موضوع الغذاء احنا بنتناوله، يعني مركزين عليه جامد جدا. فعشان كده احنا ان شاء الله هيكون الفقره الثانيه بنتناول موضوع اللحوم، اشكالها وايه احلى حاجه في اللحمه وازاي نختار اللحمه بتاعتنا. الفقره الاولانيه الفقره المعتاده وفقره الكبسوله. فقره الكبسوله قررت النهارده بعد ما خلصت قصه المخدرات قررت ترجعنا ثاني للكورونا، ولكن هي المره دي بترجعنا بكورونا بحلول يعني ايه اللي المفروض ان احنا نعمله علشان نقضي على فيروس كورونا ان شاء الله تعالى. خليني نبتدي على طول برنامجنا بالفقره الاولى. ضيفكم كالمعتاد الدكتور محمد راشد الشارح، السلام عليكم. دكتور محمد زيك، ازيك يا دكتور؟ صباح الفل عليك، صباح الفل. طيب وانت طيب، وان شاء الله يبقى رمضان سعيد على حضرتك واسرتك واسره البرنامج ككل ان شاء الله. باذن الله رمضان بدري احنا شويه طبعا. لا واحنا لابد ان احنا نتعود بقى ان احنا داخلين على رمضان، وبرضه نخلي بالنا بما ان احنا عوده للكورونا، وزي ما احنا بنقول على مشارف يعني الموجه الثالثه، يعني في ارهاصات بتقول ان احنا بالفعل بقينا في موجه ثالثه. لا نخلي بالنا اكتر، لان نسب الاصابات ممكن تبقى عاليه، العدوى تبقى اسرع، لان طبعا في حاله الصيام بيبقى فيه نقص كتير جدا في السوائل، والتغذيه برضه ما بتبقاش كويسه، وخصوصا ان احنا في ظل يعني الاشغاليات اللي احنا فيها كلها، الامور دي بتبقى عايزه تتظبط شويه. بص، اكتر حاجه انا استفدتها في الفتره اللي فاتت، او اكتر حاجه انا استفدتها برنامج صحتك ثروتك، ان التغذيه هي الاساس اللي احنا بنعمل عليه كل حاجه، حتى لدرجه انت بتقول التغذيه اهو. ده مهم جدا، وطبعا انا تراضي سمعت حضرتك ان الفقره الثانيه لها علاقه باللحوم والتغذيه. طبعا البروتين ده عنصر مهم جدا وخطير جدا، ونتمنى ان شاء الله يعني فعلا مستمعينك يعني ينصتوا لهذه النصائح، لان مهم جدا ومطلوب جدا فعلا. البروتينز كنسب كاعلى نسبه كبيره في الاكل، اعلى من الدهون واعلى من السكريات وباقي الاجزاء يعني. اللقاحات تمام، عايزين نعرف يعني ايه اللقاحات وايه دورها في فيروس كورونا. يعني من حيث المبدأ، احنا اللقاح بداية من الطاعون، لما حدث الطاعون وحدث مرورا بحدوث الكوليرا والانفلونزا الاسبانيه اللي حصدت ملايين، وطبعا انفلونزا الخنازير، وبعض التفشيات اللي حصلت زي الايبولا او الايدز او يعني، ونهايه للان وليس بالنهايه اللي هو الكورونا او الكوفيد 19. ده مش هيبقى نهايه العالم ولا نهايه حدوث اوبئه، لا ستظل طالما هناك حياه وديناميكيات وتعرض سيظل هذا الامر موجود وقائم. طبعا احنا يمكن اكتر حاجه الانسان كانت الابتكار اللي كان اكثر ابداعا هو اللقاح ده كان اكثر ابداعا، اللي طبعا اللي حمل الانسان وحرر الانسان من كثير من الامراض وتاثيرات كثير من الامراض، اللي احنا بقراءتنا للتاريخ وجدنا ان هو تسبب يعني بقتل المئات بل الالاف من البشر. تمام. احنا حضرتك في الاونه الاخيره في صراع، او في صراع محتوم ما بين على مستوى العالم، ما بين ان انت عايز تكون او تنتج وتوفر لقاحات امنه وفعاله، وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين سرعه انتشار الفيروس ونقل العدوى كبيره جدا على مستوى العالم، بل هناك كمان في هناك تحور. وبالتالي الهدف من هذا الامر ان انا انتج اللقاح بقى. هنا هو اللقاح عباره عن ايه في النهايه؟ اللقاح عباره عن مستحضر بيولوجي. تمام. مستحضر بيولوجي لما بيحصل بيه ان الانسان بيحصل له تطعيم، بيحفز الجهاز المناعي لاي فرد انه يكون اجسام مضاده ضد هذا المرض. هايل. ده تعريف اللقاح ببساطه. ده تعريف اللقاح ببساطه. طيب خلي بالك الفتره اللي فاتت لقينا شركات كتير ودول كتير بتنتج لقاحات. تمام. هل في اختلاف ما بين اللقاحات ما بين الشركات وبعضيها؟ طبعا هناك اختلافات، وطبعا احنا قلنا مع التكنولوجيات اللي موجوده والتطور العلمي اللي موجود عندنا طبعا انواع مختلفه او تكنولوجيات، اللقاح واحد ولكن التكنولوجيات المستخدمه مختلفه، وكمان الناتج من كل تكنولوجيا مختلف. عايزين بقى بصوره بسيطه كده للساده المشاهدين نفرق ما بين اللقاحات وبعضها. تمام، انا عندي 3 انواع رئيسيه. اولا اللقاح اللي هو العادي خالص، التراتيجن بتاعنا اللي هو بالتقنيه العاديه اللي العالم بيستخدمها من سنوات كتيره، وعندنا الخبرات الكبيره فيها، حتى مصر عندها خبرات كبيره في هذا الانتاج، اللي هي اللقاحات اللي هي الغير اللي هي معطله، اللي بيسموها لقاحات معطله او لقاحات كيلد او ديد، ميته. ده عباره عن احنا بنجيب الفيروس نفسه، والفيروس ده عباره عن، خلينا برضك عشان برضك نرجع تاني نسترجع عشان نشوف اللقاح نبقى فاهمين اللقاح. الفيروس عباره عن ايه؟ الفيروس عباره عن ماده وراثيه جوه اسمها ار ان ايه، حواليها غلاف بروتيني، حواليها غلاف اخر، يعني في غشاء بروتيني حواليها، حواليه يبقى الماده الوراثيه، غشاء بروتيني، بعد كده غلاف بيسموه الانفلوب، بعد الانفلوب ده الظرف حاجه بتغلفه، الغلاف الخارجي ده بيطلع منه حاجه ما يسمى نتوءات او اشواك اللي بنسميها سبايك. تمام، وجود يبقى هو عباره كأن كده، تخيل احنا قدامنا كوره، تمام، الكوره دي طالع منها اشواك. حلو، الاشواك دي هي اللي مسؤوله عن، هي اللي تعتبر مستقبل عند الفيروس، وبترتبط بالمستقبلات عند الانسان في خلايا الرئه على سبيل المثال. تمام، وهي دي خلال هذا الارتباط يقوم جاء الفيروس ضاغط نفسه ومطلع الماده الوراثيه بدخلها في قلب الخليه الخاصه بجسم الانسان، وبالتالي يبدا التضاعف ويبدا يحصل المشاكل اللي احنا بنشوفها. طب احنا دلوقتي عشان نعمل تطعيم، عشان نعمل لقاح، اللقاح عباره عن ايه؟ ان انا دلوقتي عايز بدل ما الانسان يتعرض للمسبب ده اللي هو الفيروس صاحي ويبدا يعمل له هذه المشاكل، فانا باخده اموته. تمام، بقى بالتالي خلاص الجسم بيقوم جاي واخد هذا الفيروس ميت. تمام، بدون اي فاعليه وبدون اي تاثير، ويبدا يتكون قصاد منه اجسام مضاده. يحصل بقى لما يحصل اصابه بفيروس بقى حي، لا الاجسام المضاده اوريدي موجوده، فكل المجهود اللي عشان يتكون اجسام مضاده، بقى الاشكاليه بتحصل منين؟ ان هو عشان يتكون اجسام مضاده الجسم بياخد مجهود وبياخد وقت. تمام، وبالتالي قد ينجح الفيروس في الدخول. تمام، لكن في حال وجود اجسام مضاده جاهزه خلاص يبقى على الاقل بنقلل التاثيرات، لان في النهايه هو الهدف ايه؟ الهدف ان انا اعمل يعني اعمل استجابه مناعيه، استجابه مناعيه بتكون مناعيه ووقائيه، استجابه مناعيه ووقائيه من خلال الاجسام المناعيه لدى الجسم. ثانيا اقلل حتى معدل الدخول المستشفيات، يعني حتى لو حصل اصابه يبقى انا عندي مخزون مناعي او مخزون من الاجسام المضاده يقدر يتعامل مع الفيروس. دي تقنيه، ودي التقنيه التراديشنال او العاديه. دقيقه في الفقره الاولانيه احنا هنعمل سلسله حلقات في الموضوع، لان انا عندي اسئله كتير. مفيش مشكله، احنا ممكن نقول الاثنين التكنولوجيتين التانيين اللي هي تقنيه الفيروسات الناقله، ودي ممكن نبقى نقولها بالتفصيل. والتكنولوجيا الثالثه واللي هي الحديثه، هي مش جديده، هي حديثه بالنسبه للتطعيم لكن ما هياش جديده. تمام، يعني معروفه واستخدمت، اللي هي الماسنجر ار ان ايه، او بيسموها الام ار ان ايه، او الحمض النووي الريبوزي. هو في النهايه عايزين نقول برضك ان اللقاح النهارده افضل من اللقاح بكره. طيب، يعني انا لو حصل تطعيم النهارده احسن ما استنى بكره، وتطعيمك حمايه، تطعيمك حمايه، وتطعيمك وقايه، والاهلك حمايه. ده اعتقد احنا الفتره اللي جايه لازم نبقى كلنا ورا هذه. صحيح، خلينا نعتبر الحلقه دي هي حلقه مقدمه عن اللقاحات. طبعا، هنمشي بقى سلسله حلقات الفتره اللي جايه نتكلم عن اللقاحات وانواعها وتاثيرها وفعاليتها واختلافها بين الشركات وبعضها. تمام يا فندم. خليني بالنيابه عنكم اشكر الدكتور محمد راشد على الكبسوله. اعتقد الكبسوله الفتره اللي جايه هيبقى على شغل كتير جدا في موضوع اللقاحات ده ان شاء الله باذن الله. خلصت فقرتنا الاولى، تعالى بقى نستعد للفقره الثانيه، احتفال برنامج صحتك ثروتك برمضان بشكل مختلف. فاصل ونواصل.